الرئيس السيسي يواصل زيارته لبريطانيا ويشارك في حفل استقبال رسمي بقصر باكنغهام. تصاعد حدة المواجهات في العراق وقوات الأمن تشن حملة اعتقالات في كربلاء. وتحقيق إيراني يكشف عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخين. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع زميلة أنجي إليك. أهلا بك فيروز، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من العاصمة البريطانية لندن والتي تستضيف القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في قصر باكنغهام الملكي. وأقام الحفل الأمير ويليام ديوك كامبريدج بالإنابة عن الملكة إليزابيث وبحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي. أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن خلال مشاركته في فعاليات قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار. وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن أبناء الجالية المصرية بلندن مصدر فخر ونموذج ملهم في الانتماء وصورة مشرفة لمصر بالخارج. وكان أفراد الجالية المصرية ببريطانيا قد نظموا عدة وقفات تأييدا للرئيس السيسي في محيط مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. ورحب المتظاهرون بزيارة الرئيس إلى بريطانيا، كما رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي مرددين شعار تحيا مصر وعددا من الأغاني الوطنية. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لاستطلاع آفاق التعاون الثلاثي مع بريطانيا في أفريقيا، لا سيما على ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وبما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية، خلال لقائه مع نظيره البريطاني على هامش انعقاد قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار بالعاصمة لندن. وبحسب بيان الخارجية فإن اللقاء شهد التأكيد على الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات. شهدت وزيرة التخطيط هالة السعيد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي للاستثمار في مصر بين صندوق مصر السيادي وأكتس للاستثمار، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار. وقالت الوزيرة إن الاتفاقية تؤكد ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، وتدعم بشكل مباشر هدف الصندوق لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، كما تضع أساسا لبروتوكول تعاون في عدة مجالات رئيسة أبرزها مجالات الطاقة والبنية التحتية. أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن مصر بلد جاذب للاستثمارات، وفي تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أشار إلى أن صندوق مصر السيادي يركز على الاستثمار في المجالات المتخصصة. مصر بلد جاذبة للاستثمار بشكل واسع جدا وسوق كبير جدا وواعد، ولكن كتير قوي من المستثمرين بيجوا مصر وبيدوروا على منتج استثماري، يا اما يستثمر في سندات الدوليه اللي بتصدرها مصر او يستثمر في البورصه. احنا كصندوق دورنا بقى هيركز اكتر على رؤوس الاموال اللي تخش في مجالات المتخصصه، يعني صندوق الطاقه او البنيه التحتيه. احنا بنتيح مجالات استثمار جديده في مجموعه من الاصول ما كانتش متاحه قبل كده للمستثمر العادي اللي هو يجي يطرق الباب ويدور على فرص استثماريه. فده دور الصندوق ان نلاقي نشجع الاستثمار وندخل فورين دايركت انفستمنت اكتر واوسع في مجالات جديده ومجموعه اصول جديده ما كانتش متاحه قبل كده، وفي نفس الوقت العائد اللي بيرجع على الدوله من نهايه تزيل عن كاهلها بقى كميه استثمارات دخلت في انفراستراكشر. يعني مصر في السنه الماليه 2018 2019 صرفوا فوق ال 500 مليار جنيه، يعني 38 مليار دولار.
لو جزء من الاستثمارات دي اتيحت للقطاع الخاص يخش يستثمر فيها ويديرها بتكلفه اقل، وفي نفس الوقت بيتيح مجال ان الحكومه تقدر تسترد جزء من الاستثمارات دي وتعيد ضخها في اولويات تانية للدوله، وممكن او تخفض الدين العام. فده فورمولا وين وين لكل الجوانب. وفي نفس الوقت احنا كصندوق انا ببقى مستثمر زي المستثمر الاجنبي، كتفي في كتفه قاعد حتى بحصه اقليه او حصه اغلبيه. كل المنتجات الاستثماريه دي بتشجع المستثمر اللي يخش السوق لاول مره او المستثمر اللي موجود وعايز يتوسع في مجالات اكتر في الاستثمارات بتاعته. أكد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي أن الاتحاد لديه لجنة أفريقية لتعزيز التعاون مع دول القارة. وأضاف السويدي في تصريحات لأكسترا نيوز أن الرئيس السيسي أكد أهمية الطريق الذي يربط دول القارة الأفريقية. إحنا كاتحاد الصناعات عندنا اللجنة الأفريقية دي من أهم دورها أنها تربط العلاقات دائما، نشوف إيه الاحتياجات، إيه الإمكانيات اللي ممكن نقدمها، إيه تبادل الخبرة اللي مطلوب. افريقيا احنا دايما بنزور لها، هي السوق الكبير لمصر، دي السوق اللي بنسميه سوق واعد، سوق عنده هو علاقته طيبه جدا بمصر على مر التاريخ، فلازم ان احنا نوطد علاقتنا اكتر بكتير. زي ما السيد الرئيس قال ان الطريق اللي هيقطع افريقيا بالكامل ده من احد الحاجات المهمه، لكن لازم كمان نركز ان يبقى في طيران مباشر لاغلب الدول، طرق الانتقال، طرق التعامل البنكي يبقى موجود، وفي نفس الوقت نشوف ايه الاحتياجات، نستغل التبادل التجاري يبقى بيننا، هم يبقى لهم مصلحه واحنا مصلحه. فالحمد لله العمق للتبادل التجاري والعمق للصناعه والعمق للاستثمار في افريقيا فهو دايما مطلوب، دايما بيدي دور حتى مجتمعي كبير، لان الصناعات لما بتروح هناك برضه تعمل ادوار مجتمعيه بتشغل ناس، في بعض الاحيان بيشاركوا في أعمال مجتمعية داخل المدن دي. فدي احنا نعتبرها حدود مصر، هي السوق الآمن لمصر. الحمد لله علاقتنا طيبة جدا، السيد الرئيس رجع العلاقات بصورة قوية وصورة سريعة، ان يبقى فيها تبادل وفيها تبادل خبرات، وده اللي احنا بنقوله لازم نجيبهم يتمرنوا في مصر، في نفس الوقت احنا بنشوف حتى ايه اللي مطلوب هناك. أكد المهندس خالد نصير رئيس مجلس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن قمة بريطانيا أفريقيا للاستثمار تنعقد في لحظة فارقة بالأخص بعد قرب تنفيذ بريطانيا لاتفاق بريكزيت. وأضاف نصير في تصريحات لإكسترا نيوز أن الرئيس السيسي دائما يوجه بتعزيز الاستثمار في أفريقيا. طبعا هي في فترة يعني فارقة بالنسبة للمملكة المتحدة بخروجها من البريكزيت بتاعها، خروج من الاتحاد الأوروبي واحتياجها للتعاون مع بلاد العالم، وطبعا القارة الواعدة هي أفريقيا، وده يعني ماشي متمشي مع توجه مصر لأفريقيا وخطط الدولة وتوجهات سيادة الرئيس بالاستثمار في أفريقيا، فخاصة خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي. ننتقل إلى سويسرا، حيث انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من حكومات العالم. ويشارك في فعاليات المنتدى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والتي ستترأس اجتماعا لمجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة. كما يشارك في المنتدى نحو 3000 شخصية عامة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن رؤساء دول وحكومات وكبار رجال الأعمال وعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع دافوس للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وسيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام هو نقطة الجذب الرئيسية في منتدى دافوس بعد أن أهمل حضور المنتدى العام الماضي. ومن المقرر أن يجمع منتدى دافوس وجها لوجه ترامب والناشطة في مجال التغير المناخي غريتا ثامبرغ في اليوم الافتتاحي للمنتدى، ليقدم تصويرهما المتباعدين جدا في شأن البيئة والتغير المناخي. بعد مرور 50 عاما يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس إلى إعادة ابتكار دوره والتحول من مجرد ملتقى لكبار رجال الأعمال والسياسيين في العالم واستعراض للعولمة إلى مركز لطرح اقتراحات حول مستقبل العالم. يحظى منتدى دافوس بمشاركة عالمية واسعة تتألف من نحو 3000 شخصية عامة من 100 دولة، وفي مقدمتهم رؤساء دول وحكومات وكبار رجال الأعمال، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث وحتى زعماء من مختلف الأديان لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم بما في ذلك الصحة والبيئة والمناخ. يضم منتدى دافوس في عضوياته 1000 من كبرى شركات العالم، وعادة ما تكون دورة رأس المال فيها أكبر من 5 مليارات دولار، ويتم تقسيم هذه الشركات على عدة مجموعات، أولها الشركاء الاستراتيجيون، وهي مجموعة مختارة من 100 شركة قيادية في العالم تمثل مناطق ومجالات عمل مختلفة تم اختيارها حسب توافقهم مع التزامات المنتدى في تحسين الحالة العالمية. وتضم المجموعة الثانية شركاء الصناعة، وهي مجموعة من الشركات الأعضاء في المنتدى التي تعمل بنشاط في تحقيق أهدافه بالقضايا المرتبطة بتطوير الصناعة. أما المجموعة الثالثة تتضمن شركاء النمو العالمي، وتم تأسيسها عام 2007، ذلك لتفعيل دور الشركات الرائدة. وأخيرا مجموعة رواد التكنولوجيا، وهي الشركات المهتمة بتطوير اختراعات تقنية تغير حياة مستخدميها ولديها تأثير متوقع طويل الأمد على الأعمال والمجتمع. ورغم هيمنة قضايا الأعمال والمال على فعاليات منتدى دافوس، إلا أن إدراك قضايا المناخ والتباين الاجتماعي على رأس جدول أعمال المنتدى رفع سقف التوقعات بتحوله من مجرد ملتقى لنخب المجتمع إلى مركز لمناقشة قضايا التنمية المستدامة. شنت القوات الأمنية العراقية حملة اعتقالات واسعة وسط مدينة كربلاء، بينما استخدمت الرصاصة والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. من جهة أخرى قتل متظاهر برصاص قوات الأمن في كربلاء، ليرتفع بذلك إجمالي قتل الاحتجاجات في بغداد وكربلاء إلى 5 محتجين. في الوقت نفسه قطع المحتجون جسر الثورة في مدينة بابل وطريق المطار في النجف وطريق محمد القاسم السريع في بغداد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. سيد واثق، يعني أرحب بك إلى هذه النشرة. بداية، يعني عندما نتحدث عما حدث الصواريخ التي تم إطلاقها في محيط السفارة الأمريكية، ما الرسالة المراد الإرسال يعني أو البعث بها، خاصة مع الحديث عن أن بعض يعني اسما من الأسماء المرشحة له علاقة بشكل أو بآخر بالولايات المتحدة؟ شكرا جزيلا. الرساله ليس لها علاقه بمرشح الرئاسه. الرساله في الصواريخ مستمره، ان هناك دماغ وعند ايران تحاول ان تضرب المصاف الايراني الامريكيه في العراق، من سفاره، من قواعد عسكريه عراقيه فيها مدربين استشاري. بالتالي هذا الامر يحرج الحكومه العراقيه كثيرا. اليوم رئيس الوزراء لتطوير الاعمال في عبد المهدي شكل من تحقيق حول هذا الامر. امر يستمر، هذه الصواريخ تستمر الاضرار القادمه بهذا الاتجاه. المشهد ذلك معقد في العراق في كثير من الاشكاليات، فشل في قرار الاستقرار الجديد،
الامن الاسلامي وجود الجماعات الخارجه عن القانون المسلحه اكيد تؤثر بشكل او باخر على المشهد السياسي. طيب سيد واثق، يعني مع تصاعد الاحتجاجات، يعني ما الخيارات المتاحه الان امام المتظاهرين؟ يعني المتظاهرين يطالبون بمطالب واقعيه، يحقق الاستقالات الحكومه، يقام الانتخابات، مطالب الانتخابات يحتاجون الى تقييم رئيس وزراء جديد اولا، وايضا يحتاجون الى تحديد يوم للانتخابات، هذا الامر لم يكن نعم. إذا أشكرك السيد واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. وجه رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية عادل عبد المهدي بتحقيق عاجل بشأن استهداف السفارة الأمريكية بالصواريخ وملاحقة المنفذين بالعراق. وعبر عبد المهدي في بيان له عن استنكاره لاستهداف الذي تعرضت له السفارة الأمريكية بالصواريخ، واصفا إياه بالجريمة التي تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق. ومن العراق إلى لبنان، حيث قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن تشكيل الحكومة اللبنانية سوف يعلن اليوم إذا لم تطرأ أي مفاجآت. وأضاف بري أن الحكومة الجديدة المنتظرة هي حكومة إنقاذية من الاختصاصيين بالكامل، ومهمتها الأولى والأساسية هي حل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. تمكن الجيش السوري من صد هجومين لإرهابي جبهة النصرة على مواقعه في إدلب، وتشهد المحافظة تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة والمتمركزة في المنطقة هجمات واسعة عدة على مواقع القوات السورية، والتي أطلقت عمليات مضادة تمكنت خلالها من تحرير نحو 320 كيلومترا مربعا. وإلى الملف الليبي، حيث أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن لديه ورقة تمكنه من محاسبة أردوغان في حال إرساله لمرتزقة إلى ليبيا. وكشف سلامة أنه أبلغ مجلس الأمن في نهاية يونيو الماضي بأنه عاجز عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى تفاهم بين الأطراف الليبية. أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين إلى ليبيا بحسب ما أكدت عدة تقارير سابقة، بالإضافة إلى إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قناعته بوجود مئات المقاتلين السوريين في ليبيا. هذا كما كشفت وثائق عن وجود علاقة تجمع بين أردوغان والقاعدة في ليبيا. لا يزال مسلسل انتهاكات النظام التركي مستمرا، إذ كشفت وثائق استخبارية جديدة حصل عليها موقع نورديك مونيتور عن علاقة وثيقة تجمع بين أردوغان وتنظيم القاعدة الإرهابية في ليبيا. فأردوغان تربطه علاقة قوية بأعضاء جماعة بن علي الليبية، والتي ترتبط بدورها بصلات وثيقة بتنظيم القاعدة الإرهابية. وبحسب الوثائق، فإن أردوغان كان يستخدم تلك الجماعة في نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية. والآن بعدما ضخ سمومه داخل الأراضي السورية، فتح أردوغان الباب على مصرعيه أمام الميليشيات الإرهابية في شمال سوريا للانضمام إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني مقابل أجر مادي، وهو ما يدل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة وخرقهم لاتفاقيات الأمم المتحدة. فعلى امتداد الأيام الماضية،
غادر آلاف المقاتلين ممن ينتمون إلى جماعات مسلحة مختلفة مدعومة من تركيا في سوريا في اتجاه ليبيا، وبالتحديد العاصمة طرابلس، وذلك لتعزيز صفوف الميليشيات المسلحة والقتال ضد قوات الجيش الليبي. وتسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية عسكريا عبر ترحيل أعضاء وقيادات تنظيم داعش المعتقلين في السجون التركية والسورية ونقلهم جوا إلى ليبيا ضمن وفود المرتزقة. ذلك الانتهاك التركي لم تعاني منه ليبيا فقط، فهو مصدر إزعاج لأوروبا كذلك التي تخشى من موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا في حال حدوث أي تصعيد عسكري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف علي طرفايا الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ علي، في البداية أهلا وسهلا بك. يعني اليوم غسان سلامة يلوح بورقة تمكنه من محاسبة أردوغان بسبب إرسال مقاتلين إلى ليبيا. بالأمس الاتحاد الأوروبي أيضا وزراء خارجيته يطالبون بتوقيع عقوبات على أردوغان. واشنطن من ناحية أخرى حتى الآن ما زالت تركيا تقع في مرمى يعني نيران واشنطن لتوقيع عقوبات عليها، ولكن أي من ذلك لم يحدث. ما الذي يمنع كل هؤلاء الأطراف من معاقبة تركيا على كل الانتهاكات التي تقوم بها في شرق المتوسط وفي ليبيا حاليا؟ يعني أصبح ثابت للعالم جميعا دور تركيا في نقل المرتزقة من شمال شرق سوريا إلى ليبيا. هناك عدد كبير من هؤلاء المرتزقة بدأ في الفرار في أثناء انعقاد مؤتمر برلين صوب إيطاليا وألمانيا، وهناك مجموعات بدأت تدخل إلى الجزائر ومن الجزائر أيضا إلى أوروبا. أوروبا بدأت تتحسس المخاطر التي بدأت تشكلها هذه المجموعات على أمنها القومي. بالطبع غسان سلامة أكد أنه أصبح لديه الآن بعد توقيع أردوغان على بيان برلين، خاصة على البند، خاصة هناك البند الخامس يتعلق بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا من جانب أي طرف. فلدى الأمم المتحدة الآن ما يخولها لتوقيع عقوبات على تركيا إذا ما ثبت نقلها لعناصر إرهابية إلى ليبيا. لكن أردوغان أيضا يعني يراوغ المجتمع الدولي، عملية إرسال العناصر الإرهابية تتم من سوريا إلى تركيا. هؤلاء العناصر لا يمرون على بوابات أمنية ويدخلون ليبيا بطرق غير شرعية، ما يعني أن عملية تقصي حركة هؤلاء الإرهابيين. نعم، ولكن تقفي حركة هؤلاء الإرهابيين هي ليست بالصعبة. يعني الساحل الليبي الذي يستغل الآن لدخول هؤلاء لم تكن الطريقة الوحيدة. منذ عامين وصل العديد من المقاتلين إلى مطار مصراتة في الغرب الليبي حين تم تحويل الطيران من مطار معيتيجا لمطار مصراتة في الغرب الليبي، وآنذاك مسؤولون أمنيون صرحوا أن هناك مقاتلين يتم استجلابهم من سوريا إلى ليبيا. إذن هذا الحشد ليس بجديد، وهذا الدعم الذي تدفع به تركيا من المقاتلين إلى ليبيا ليس بجديد أيضا. نعم، يعني لكن الجديد هو أن تكون قرارات مؤتمر برلين ملزمة بعد أن يتم اعتمادها في صيغة قرار من قبل مجلس الأمن الدولي، طبعا ده وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. من هنا تبدأ عملية حساب أردوغان. أيضا الاتحاد الأوروبي الآن بصدد إعادة سيد علي عملية يعني دعني أستوقفك. نعم. هنا في نقطة هامة، إذا كنا نتحدث عن أن تكون مخرجات اجتماع برلين ملزمة، اجتماع الصخيرات يعني خرج منه هذا المجلس الرئاسي والسراج والذي لم يكن له أي يعني صلاحيات للقيام بهذه الاتفاقيات التي أبرمها مع أردوغان، ولكن بالرغم من ذلك حتى الآن لم يعاقب السراج مبدئيا على إخلاله بمخرجات الصخيرات واجتماعات الصخيرات. يعني الحقيقة هذا يعني يؤكد وجود نوع من التواطؤ تجاه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها بعض الدول في ليبيا، ربما نتيجة الخلافات حول المسألة الليبية بين بعض الدول الأوروبية. فكل طرف يعني هناك دول تدعم أطراف بعينها،
هذا النزاع يخدم عملية الفوضى ويخدم عملية المكونات الأمني ويعرقل أي عملية حقيقية لإنهاء النزاع في ليبيا. الجماعات الإرهابية بالفعل تتدفق إلى ليبيا منذ فترة باعتراف غسان سلامة. ما وصل إلى ليبيا ليس 2500 مقاتل أو 2000 مقاتل فقط الذين دخلوا إلى الأراضي الليبية. نحن نعلم أن في الزاوية 155 تشكيل مسلح أغلبهم من هذه العناصر، في مصراتة أيضا 166 تشكيل مسلح أغلبهم من هذه العناصر التي تنتمي لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وداعش وكل هؤلاء وعناصر وجماعات إرهابية مختلفة جاءت إلى ليبيا لترتزق يعني من الأزمة الليبية. للأسف يعني ما أدى إلى امتداد الأزمة الليبية وتعمق هذه الأزمة هو اختطاف الملف الليبي من قبل الدول الأوروبية يعني وإبعاد الدول العربية على أن يكون لها دور حقيقي في إنهاء هذه الأزمة. لكن المخاطر الآن بدأت أصبحت مؤكدة على أوروبا. هذه العناصر لن تقوى حتى يعني تقدم الجيش الليبي إلى داخل العاصمة الليبية طرابلس أثبت أن هذه الجماعات لن تقوى على مجابهة الليبيين ولن تقدر على محاربة الليبيين. قد تطول المعركة لكن نهايتهم هي المؤكدة في النهاية، وليس هناك من سبيل أمام هذه العناصر إلا الفرار إلى أوروبا. من هنا بدأت تنتفض أوروبا، من هنا نرى اجتماعات وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي إعادة هناك الآن محاولة إعادة العملية الصوتية يعني هذا التهديد البحر المتوسط هذا التهديد وهذا العدوان لا يطال فقط ليبيا ولكن يطال أيضا الدول الأوروبية والتي تقع والتي تعتبر ليبيا أهم المنصات الساحلية لها. شكرا جزيلا لك السيد علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، كنت معي مباشرة عبر الهاتف. إلى الشأن الداخلي، حيث عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثالث بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك تحت عنوان الأزمة الليبية بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي. وناقش الصالون عدة محاور منها تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الأزمة الليبية. الأزمة الليبية بين التحديات الأمنية والمواجهة الفكرية والثقافية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي، كان هذا هو عنوان الصالون السياسي الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي عقد بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بوسط القاهرة، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية من مختلف الأطياف والاتجاهات. يعني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان لديها حرص على إقامة صالون السياسي الثالث لها متعلقا بالشأن الليبي، وفايدة إقامة هذه الصالونات والمنتديات حول المناقشة في موضوع الساعة وموضوع بيمس الأمن القومي المصري مباشرة، الهدف منه هو أولا جانب تعاوي متعلق بشباب الأحزاب وبالسياسيين بمناقشة وبالخروج برؤى متعددة وتحليل دقيق وعميق للقضية التي نواجهها الآن. الأهمية لهذه الصالونات السياسية هي عملية عصف ذهني بشكل دوري للقامات من الشأن السياسي والشأن الثقافي والشأن الوطني بشكل عام. الغرض منها أن هو بنحط القضايا المعاصرة والقضايا المستقبلية في هذه الشؤون بين أيدي الحاضرين والمستمعين والمتابعين لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث من تأثير على المجتمع المصري أو القومية العربية بشكل عام. صالون التنسيقية بشكل كبير أسهم في إسراء حلة الحوار والخروج بالكثير من الأمور الإيجابية في الحياة السياسية المصرية. إذا كنا نؤمن أن السياسة هي فن الممكن، فأحد أدوات السياسة الهامة هي الحوار والنقاش. لو كنت شفت النهاردة المنصة والحزب الديمقراطي الاجتماعي اللي كان مستضيفنا، هنكتشف ان المنصة كانت بتمثل كافة اشكال التيارات السياسية. تناول الصالون السياسي الثالث عدة محاور على رأسها تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمواجهة الفكرية في مجابهة الأزمة الليبية
وانعكاسات الأزمة الليبية على المستوى الدولي ودور المجتمع الدولي في التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي وأسباب الأزمة الليبية وانعكاساتها على الشأن الداخلي والخارجي. صالون تنسية الشباب كان بيناقش الأزمة الليبية وعلاقة مصر ودور مصر المنتظر في التفاعل مع الأزمة دي، وفي الحقيقة احنا بنحيي وبنشكر أي جهود فيها أو أي إطار حواري احنا بنشارك فيه سواء كان تنسية الشباب أو أي شكل آخر للحوار والنقاش، لأن ده المفترض أنه طبائع الأمور في أي دولة أنه يحصل فيها حالة نقاش سياسي مستمر حوالين المواضيع الهامة سواء كانت متعلقة بالشأن الداخلي أو بالشأن الخارجي. الصالونات السياسية، ده الصالون الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب، هي أحد الأفعال المهمة جدا في المشهد السياسي، لأنه من الألف للياء فيما يخص هذا الصالون يديره الشباب بالكلية، والأطروحات والمواضيع في غاية الأهمية. يعني دلوقتي يمكن ما فيش حديث ممكن يكون بأهمية الحديث عن الأزمة الليبية لأنها متعلقة تماما بالشأن المصري داخليا وخارجيا، بطول الحدود، بعدد المصريين العاملين في ليبيا، بقصة الأمنية، القصة الأمنية والاقتصادية وغيره. يأتي الصالون السياسي الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب في إطار سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناقش مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية بهدف رفع الوعي بالشأن العام، إيمانا بأن هذا الدور لا يقتصر فقط على مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها، لكنه أيضا دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والاتحادات. رفضت حكومة أردوغان التحقيقات البرلمانية والتي طرحتها المعارضة ضد الصلات بين تنظيم داعش الإرهابي والوكالات الحكومية التركية، حيث تقوم بتسهيل حركة الإرهابيين في الداخل والخارج من قبل العديد من المراقبين المحليين والدوليين، وتحويل تركيا إلى ملاذ لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية. كشف البرلماني البريطاني جورج فولكس في تقرير تم تقديمه إلى الجمعية البرلمانية عن سوء استعمال النظام التركي لقوانين الإرهاب والعقوبات من أجل إسكات الصحفيين والصحافة، مشيرا إلى أن السجون التركية هي الأكثر اكتظاظا بالصحفيين المعتقلين. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. تركيا تكمم أفواه الصحفيين بقوانين الإرهاب، هي خلاصة أبرز ما تضمنه تقرير أوروبي حول حرية الإعلام في القارة. التقرير الذي أصبح على مائدة مناقشات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تم إعداده من قبل البرلماني البريطاني جورج فولكس، جاء فيه أن السجون التركية هي الأكثر اكتظاظا بالصحفيين المعتقلين، مطالبا نظام أردوغان بالتوقف عن سوء استعمال قوانين الإرهاب والعقوبات من أجل إسكات الصحفيين والصحافة. ليس هذا فقط ما يرصده التقرير، فإنه يسلط الضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لأشهر وسنوات بشكل اعتباطي قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، وهو الأمر الذي كان موضع انتقادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. قلق أوروبي من أوضاع الحريات في تركيا لم يكن وليد اللحظة، حيث أشار تقرير المفوضية الأوروبية السنوي إلى أن آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي أخذت تتلاشى لعدة أسباب، منها تردي حرية الإعلام، بينما كان تعليق أنقرة على التقرير أنه لا يقدم الوضع في البلاد بشكل سليم. كذلك أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها من انتهاكات حرية التعبير والإعلام في تركيا، ومنها قرار إغلاق 136 موقعا إخباريا وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي. قالت الحكومة البريطانية أنها ستشدد عقوبات السجن بحق المدانين بالإرهاب وستضع حدا للإفراج المبكر، ويأتي ذلك في إطار سلسلة إجراءات لتعزيز مواجهة بريطانيا للإرهاب بعد هجوم وقع في نوفمبر الماضي قرب جسر لندن، عندما قتل شخصان على يد إرهابي سبق وأدين بالإرهاب وأخلي سبيله من السجن قبل انقضاء فترة عقوبته.
وافق مجلس اللوردات البريطاني على تعديلات خاصة بخطة رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي. ومرر أعضاء مجلس اللوردات التعديلات بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا، وتنص على منح مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء بعد الخروج من الاتحاد بدلا من تقديمهم طلبا للحكومة لفعل ذلك. ومن المقرر إحالة التعديلات إلى المجلس العموم لإقرارها أو لرفضها. اقترب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 من يناير الجاري، لتبدأ بعد ذلك كل من لندن وبروكسل حلقات التفاوض بينهما حتى نهاية ديسمبر لعام 2020 لبحث إطار العلاقات المستقبلية بين الجانبين. المزيد في سياق التقرير التالي. أيام معدودات تفصل أوروبا عن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من يناير الجاري، موعد ستنفصل فيه بريطانيا نهائيا عن التكتل الأوروبي بعد ارتباط دام أكثر من 47 عاما. وفور الخروج ستصادق دول الاتحاد الأوروبي 27 خلال اجتماع وزاري من المقرر عقده في 25 من فبراير المقبل على توكيل تفاوض تقدمه المفوضية الأوروبية، لتبدأ كل من لندن وبروكسل حلقات التفاوض بينهما حتى نهاية ديسمبر 2020، حلقات سيتم خلالها بحث إطار العلاقات المستقبلية بين الجانبين. فترة انتقالية تستمر 11 شهرا، عبر العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين عن قلقهم إزاء قصر تلك المدة المخصصة لعملية التفاوض، مؤكدين أنها غير كافية لتغطية كافة الجوانب الخاصة بعلاقات الطرفين، مما يجعل منها مهمة مستحيلة. وبينما تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 من ديسمبر القادم، أبدى العديد من المسؤولين الأوروبيين قلقهم من إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل وخروج بريطانيا دون اتفاق، سيناريو يثير مخاوف على الساحتين البريطانية والأوروبية. ومن بين هؤلاء المسؤولين المفاوض الأوروبي لشؤون التجارة الذي حذر من أن خروج بريطانيا دون اتفاق سوف يسكب زيتا على النار وينذر بتقسيم الأسر والمجتمعات والمناطق. في ضوء المشهد السابق يبدو واضحا أن 31 من يناير الجاري سيسجل لحظة فارقة في حياة بريطانيا التي ستغادر التكتل الأوروبي بلا رجعة، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها تخيم عليها أجواء الترقب والقلق وتسابق فيها الزمن من أجل التوصل لإطار منطقي يحكم علاقاتها مع التكتل الأوروبي في حقبة ما بعد بريكزيت. تبدأ اليوم محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ. من جانبه حتى الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ على رفض المساءلة باعتبارها إهانة للدستور الأمريكي، كما اعتبر محامو ترامب أن قضية مساءلته هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فريقه من أعضاء الكونغرس الذين سيعملون معه على مواجهة الاتهامات الحزبية الموجهة له في سياق مساءلته. ويضم فريق ترامب من أعضاء الكونغرس الجمهوريين كلا من دوك كولينز، مايك جونسون، جيم جوردن، ديبي ليسكو ومارك ميدوز وجون راتكليف، إضافة إلى إليز ستيفنك ولي زيلدن. وقال ترامب إنه يتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في هذه العملية، وهو واثق من أن الأعضاء الجمهوريين سيساعدون على وجه السرعة في إنهاء محاكمته. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين من نوع تور إم 1 أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران من جهة الشمال، وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها طهران عن إصابة الطائرة بصاروخين، حيث أن الحديث كان يدور حول صاروخ واحد
فيما كان تسجيل لإحدى كاميرات المراقبة قد رصد إطلاق صاروخين اثنين عليها. ذكرت السلطات الصحية في الصين أن شخصا رابعا توفي بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. وظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى منها العاصمة بكين وشانغهاي. وذكر التلفزيون الرسمي أن السلطات أكدت وجود 217 حالة إصابة في المجمل، منها 198 حالة في ووهان. أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الجيش بتعزيز قدراته الدفاعية الشاملة للتصدي للتهديدات الأمنية. وقال مون جاي إن إن الهدف هو تأسيس قوات مسلحة قوية تتمتع بجودة تمكنها من التعامل مع أي ظرف أمني أيا كان، مؤكدا أن القوة العسكرية القوية ضرورية للوصول إلى الهدف النهائي والمتمثل في تحقيق السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية. ومحليا شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتابعة للوزارة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ويأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الطرفين وانطلاقا من رغبتهما في إرساء دعائم التعاون العالمي والبحثي بينهما ومجالات التدريب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة. وخلال لقائه مع محافظ الشرقية ممدوح غراب، أشار شعراوي إلى أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة، مشددا على أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود محافظة الشرقية لتحسين مستوى الخدمات خاصة في مجالات الصحة والتعليم. استقبلت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المتاحة بموانئ الهيئة. ووجه رئيس الهيئة اللواء بحر خالد زهران بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحي طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وأبدى استعداده لمقابلة جميع المستثمرين والشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحي لمناقشة الشكاوى والمقترحات وإزالة العوائق التي تواجههم. إلى أخبار الرياضة، حيث تغلب المنتخب الوطني لكرة اليد على منتخب الجابون بنتيجة 36-17 في أولى مواجهات الدور الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. كان منتخب مصر قد نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على منتخبات كل من غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية. ويواجه فراعنة اليد منتخب أنغولا غدا الأربعاء من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة وتحديد المنافس في الدور قبل النهائي. تقام اليوم مباراتان في الجولة 14 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما فريق طنطا مع فريق الجونة في 2:30 مساء، ويواجه بيراميدز ضيفه فريق مصر المقاصة في 7:30 مساء.
هذا فيما فاز فريق وادي دجلة على مضيفه فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها تغلب فريق الاتحاد السكندري على مضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد. تأهل فريق الشباب السعودي إلى المربع الذهبي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد فوزه على فريق الشرطة العراقي بهدف دون رد في إياب الدور ربع النهائي. وسجل أخوان جوانكا هدف فريق الشباب والمباراة الوحيد في الدقيقة 89 من عمر اللقاء. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة الأخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما ورد فيها. الرئيس السيسي يواصل زيارته لبريطانيا ويشارك في حفل استقبال رسمي بقصر باكنغهام. تصاعد حدة المواجهات في العراق وقوات الأمن تشن حملة اعتقالات في كربلاء. تحقيق إيراني يكشف عن إسقاط طائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخين. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.